اعتقادي انه يعني انا من الناس اللي بطلت اطلق عليها اسم اقتحامات، لانه صفت وكانه برنامج يومي، يعني عم بدخل مستوطنين بشكل يومي. هناك زياده في الاعداد وزياده في الاجراءات، يعني هناك بعضهم عم بيصلي وبعضهم عم يعني بيقيم شعائره، وبعضهم عم بيعمل اعراس، وبعضهم عم بحاول يذبح ذبائح داخل الاقصى. يعني كل يوم احنا عم بنشوف انه في زياده في خطواتهم، وهذا يعني صار له سنين عم يعني مستمر كبرنامج من 7 صباحا حتى 11 ظهرا تقريبا. ولما عم بتعارض معهم عم بوقفوا دخول المسلمين، يعني مش هم اللي بطلوا يدخلوا، لا عم بوقفوا دخول المسلمين. ومرات كثيره احنا عم بنشوف انهم بمنعوا حتى اداره الاوقاف واداره ويعني كل حراس الاقصى بالتقريب كلهم صفوا، يا اما مبعدين يا اما معتقلين يا اما عليهم غرامات بعدم الوصول للاقصى. فبالتالي هاي الاجراءات يعني لها بعد اللي انا في اعتقادي خلال الفترات القادمه راح تكون الامور كثير اسوء،